ورجعنا لكم بسرعة جدا في فقرة ايه يا سلطان. هم يا مام يا مام يا مام. ومعانا بسنت واسماء فوزي. فوزي اهلا، عامل ايه يا بيبي؟ ايه الاخبار يا حلوين؟ وحشتني. وانتوا هتعمل لنا ايه بقى؟ هناكلكم حادق وحلو عشان انا عارفه ان انتوا ايه مرضي الناحيتين. هعمل مكسيكان هوت دوج، بيبقى هوت دوج معاه فلفل الوان وبصل وثوم وجبن. هنعمله ساندوتش وهنعمل كريب حلو. واحد بالشوكولاته القابله للذه، شفتي الحته دي؟ واحده بزبده فول السودان. ده دايت جدا. شوكولاته قابله للذوبان. بصي غلظ برضه. والثانيه بزبده الفول السوداني. ايوه. طب ممكن نساعد؟ اه انت هتعمل يعني اننا ما بنعملش حاجه، ان هم بيساعدوا. هنعمل سندوتشات النهارده بقى. عايز اشوف ايه حريم السلطان. اطبخه وانا اكل. هبتدي بقى اعمل. يحصل لو فزعه. هنزل البصل. حد عايز الازازه دي حاجه؟ هنزل البصل. طب ايه قولي؟ عايزه انا؟ لا لسه ثاني من دلوقتي. هحط البصل وشويه ثوم صغننين. اوكي. هنقلبهم. ومعايا الفلفل الالوان كله. حلو. خلي بالكوا دي ما بتاخدش وقت قوي. حلو. احنا مش عايزين الخضار يستوي قوي. وال وهتحطي حاجات من بره. ممكن بقى تنوعي. هات كده فلفل احمر. ماشي حاضر. ادي الوانك عشان تبقى وجبه جزئيه. ده هيخلص بسرعه جدا النهارده. وهيتعمل بطاقه جميله قوي النهارده. والدنيا حلوه. يعني المطبخ فيه يعني ستتين زي القمر. هم ما يسيبوش اسكندرانيه. ايوه انا فصلت اسكندرانيه. النفس الجميل. احنا صعايده نقف على جنب يعني ولا لا؟ يابا احنا صعايده برضه كده. تقول اسكندرانيه وتقول صعايده. اتنين صعايده هتقول اسكندرانيه. في كده ايه حرش، عارف؟ ايوه حرش كده. السجق اسكندراني، فول اسكندراني، كبده اسكندراني مثلا. ما عندناش حاجه صعيدي. ها كشك صعيدي. كشك صعيدي عندنا كتير. جميل. وويرده وبتاو. حاجات جميله. سلطان ايه يا حبيبي؟ ايه اكتر حاجه بتعرف تعملها؟ كل الاكل ما بعرف اعمله. ايه طيب؟ بجد دي الحلقه ال 900. طب سلطان بيقطع نفسه في الحلقه. انا بحب الجمبري وبحب الحمام المشوي. يا ابني في ايه؟ يا ابني يا ابني متجوز على طول ولا ايه؟ على طول واخد وضع الاستعداد كده. يعني انا ما غلطتش لما قلت بحب الجرجير. لا انا برضه بحب الجرجير طبعا جدا. بحب الفول، مدمن فول. قولونك ايه اخباره؟ حلو. متدمر ولكن مصر على الفول برضه. والله ايه سوس. بصي يا روحي هقول لكم بقى الستبس تاني. احنا حطينا زيت، حطينا بصل متقطع حلقات رفيعه. ثوم، فلفل الوان احمر واخضر واصفر، وبعدين حطينا الهوت دوج. مفيش فلفل حامي؟ مفيش. انت زي ما انت بتكوني في الحلقه. بموت في سلطان ما بيحبش. انا ما بيحبش. اذا انا عندي سؤال عشان تعرف ان مفيش غيري. ايوه. طب استني يا سيرسي عشان السؤال ده مهم. ايه يا روحي؟ تعرف تطبخي؟ بس بحب اعمل باميه. ايوه رز معمر. ايوه طواجن. الحاجات دي الاخر يا جماعه ما ينفعش. هحط شويه اسماء. ايه ده؟ ده صويا صوص. عسل اسود ده ولا ايه؟ لا صويا صوص. صويا صوص. الصويا دي لايت عشان ما تبقاش مملحه. صويا صوص. بصوا انا مش بزود اي ميه عشان عايزه الخضار يبقى فيه. انت حكي لي ده ايه؟ زيت؟ ده زيت عادي. زيت عادي. زيت ده زيت عبادي اللي جنبه. عبادي. وبعدين هحط شويه كاتشب صغيرين. كان نفسي. انا فاكراها صلصه. لا كاتشب. مش انت بتحبي الكاتشب؟ ايه ده ما عندناش فلفل حامي خالص. ده محتاج فلفل. هنجيبنا النوع. فلفل حامي. هنعمل جوه. اي حاجه عشان بس اخوكوا يا ولاد. عشان اخوكوا بس. طيب ممكن تساعدوني في حاجه في الوقت ده؟ لا انا عايزاكي معايا ما تتحركيش من هنا. فكر فيها ما تمشيش منها. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزه ايه؟ تعملوا لي حاجات الكريب. العجينه بتاعته كوبايه دقيق، كوبايه لبن، بيضتين، شويه فانيليا، وعشان هو حادق هنحط شويه دقيق. لا لا بالراحه. ادي الدقيق. ادي الدقيق. ضربنا الدقيق هنا اهو. حلو. اعملي بقى. هتحطي عليه البيضتين. اضربي البيضتين هنا. بصبص وخدي هنا المزيج اللبن. عايز تقوم متقشره. ايوه اشغلكم مزيكا ولا حاجه؟ بليز. ايه يا جماعه في ايه؟ غني انت يا سلطان. ماشي. عايز اسمع حاجه. عملنا البيض. بعد دي اللبن. كوبايه اللبن. اضرب لبن. احط اللبن. غني انا وفوزي. طب اي حاجه. والفانيليا. انا وفوزي. مش فوزي وانا. وايه كلام عليا دي؟ ايه في حته حلوه قوي. الفانيليا. نستنى شويه صغيرين. بس انت من السكر ده مش كله عشان هم عايزين يبقوا قادرين كده. نستنى سيكه بس يا سلطان معلش. بس خلاص. وقلبي بقى بالمضرب ده كله. حاضر. حطينا فانيليا وحطينا لبن وحطينا دقيق وبيض. انا خايفه وحطينا شويه سكر. بالظبط كده. تمام. يا جماعه اي حاجه. استني شويه. بص لحد ما نخلص الحاجات اللي احنا بنحطها عشان الناس تعرف بنحط ايه. وبعدين طيب احنا حطينا هيغنوا لنا اغنيه. دقيق واثنين بيضه صح. وشويه سكر
ايوه يس. وفانيليا صح. ايوه برافو عليك. برافو عليا والله. شيء بس انا هقول لكم بقى المقادير. هو دايما بيبقى الدقيق قد اللبن، كوبايه لبن كوبايه دقيق، عشان ابص اعلمكم الوصفه تبقى سهله ازاي. فبقى اتنين هينزل معاهم ايه؟ بيضتين. حلو خلاص. وبعدين فانيليا وسكر وبس. ده للحلو. لو حادق بدل الفانيليا هنرش شويه فلفل عشان الريحه وحلاوتها. ايه تاني تاني اللي انت قلتيه ده؟ دي عشان كراب حلو. لو كراب حادق هنحط عليه بدل الفانيليا هنحط فلفل وشويه او ملح. اوكي بدل السكر بقى. انا عايزه اكل حامي والله. انا تعبت، ما تيجي تساعدني؟ هتويها. اصبري علينا دلوقتي. انا جيت هنا هتويها. بصي احنا ده خلاص ابتدى خلاص اوريدي يعني اولموست مستوي. ماشي هننزل بقى الجبنه. ليه بقى؟ تسيح وتسيح وتمد وتشد معاك. وتشد معايا جبنه تشيدر اللي هي البرتقال. حلو جدا. الدايت باظ. لا ده حاجات خفيفه احنا عندنا هنا على طول. ان شاء الله الاجسام اهي مش محوق معاهم حاجه. لا انا بعمل انا اللي بطخن. لا تخنت والله. لا انت امال واهي قالوا لي تخنت. لا وانت السبب. ثانيه واحده. لا لا وانت السبب يا اسماء. اقفي بقى. لا انا سمعت ان انت في فته. ده بجد يوم تاني. ده يوم احنا في حاجات كتيره يا اسماء. كملي معانا الاسبوع هتلاقي ما يعجبك كله. انتوا عارفين ايه اكتر حاجه بحبها وهتستغربوني جدا بجد وحياه ربنا؟ كوارع. الله بتحبي ايه؟ فتة كوارع على الجمال بقى. بموت في العكاوي. نوسي العكاوي. عكاوي لسه اكلاها بالباميه خطيره. بتحب العكاوي؟ لا العكاوي. انت بتحبها اي حاجه؟ العكاوي لا. شربت كوارع انما العكاوي بتخوف. مفيده جدا على فكره. لزوز تبتدي تعمل لنا سندوتشات. ايوه عقبال ما اعمل انا كراب. يلا على فكره انا جعانه وما اكلتش من الصبح. لا احنا ما عندناش. احنا اهل الكرم. البتاعه دي مش هتخلص بقى ولا ايه؟ اهي خلاص. انا هحط الكريب. اخباره ايه يا اسماء؟ اهو يا حبيبي انا هرفع دي لنانسي عشان تغرف. يا سلام. انا النوسي. ايه يا حبيبي؟ ايه الوضع؟ ودي دي عايزه اسلم. ما هي احلى. ماشي انا جعانه. انا جعانه. بصي بقى دي انا هبتدي اعمل العجينه. خفقت بتاعه الكريب. خفقت جيده عشان بس احنا وجعنا ايد. ما شاء الله ايديها هتفرق عن ايدي خالص. هتلاقي ليها طعم جميل دلوقتي. حاجه الوجه يعني. بس بتهيألي كده خلاص. يعني كده خلاص. بصي انا بحط في ال بس فيها لسه حاجات مكلكعه عادي. اضربي يا جامد. اضربي جامد يا جماعه. انتوا جايبيني عشان اقعد اضرب في البتاعة دي؟ احنا بنشد لك عضلات ايدك دي. يلا اهو جافي يا بوس. بوس جعانه. قولوا علينا ايه. بصي انا حطيت الزيت وبالكلينكس كده مسحته عشان ما يبقاش كتير بس شطورة. علشان اتاكد انها ايه ما تلزقش. حلو. ما تلزقش. انت منين يا اسطى؟ مش عارفه. ما تلزقش دي. انا مش عارفه. انا تحت السلم. انا من تحت السلم. منين ما تلزقش دي؟ عريت الاسكندرانيه فسنت كده. منين دي؟ واحنا طلعنا جرين على فكره. ساكنه جنب كمان. جنب بعض. نفس الشارع. في شبه كمان. انتوا طبعا سلطان. بابا ماما سلطان كلمك جرح قوي. انت بتروحي لسه اسكندريه؟ يعني مش قوي خالص يعني. مش ليا خلق خالص صراحه. خلاص كده؟ هعملها بقى في البان. تعالي بقى بصي هنعمل ايه؟ هنجيب المغرفه دي. برافو عليك. وننزل بقى منها دواير دواير كده. برافو عليك. ونفردها. حبيبي ايه الشطاره دي؟ حتى تصبح كريبا. ايه الشطاره دي؟ تاخد وش تحت القلبه تاخد وش فوق. السلام عليكم. ذوقي حلو. عايز ميرسي. لا 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 خلاص. مشوار والله. لا مشوار. لا والله. بص مشوار. هعمل ايه؟ وحياتي. يلا يا سلطي خاطر من حقك. هم يا جمال. احنا بنستأذن. نشوى كنا النهارده. ايه يا حبيبي؟ انت ما دقتيش اللي انت عملتيه على فكره. لا انا دواق البتاع بيدوق اصلا. تعالي. كبير قوي يا بوقي. معلش. الله الله والله عيب اشكر في حلوه دي. الله لذيذ. طعمه حلو فعلا. طعمه يا جماعه خطير. حرام عليكم بتعذبيهم. احنا بنوصل لنا السندوتشات قوي. والله. انت اهو مليها. عامل ايه تاني؟ لا بغلس عليهم. بس انت حطي السندوتشز في الطبق ده. تقولي لي سندوتشات. طب اشيل العيش واحط ايه ده بقى؟ هنغمس بقى. خلي شويه كده للتغميس. طب ايه اساعدكم في الكريب؟ لا لا خليك في حالك. ماشي. ريح انت شويه. طيب هم قالوا ستوب ليه؟ لا لا مين قال؟ انت بتقولي ستوب ليه يا سلطان؟ انا قلت كده؟ ولا انت ما قلتليش؟ والله ابدا. يبقى فوز. هو اي حاجه نيجي على فوز. لا مفتوح. لا احنا نغني بقى فوز. كريب قدامه ده يا بيبي. اهو خلاص. بصي ياخد لون من تحت. الله. وهنبتدي حدي بقى الباسانت. هتحطه في طبق وهتعملي لنا واحده بالشوكولاته السبريد وتحطي معاها فراوله واحده ثانيه بزبده الفول الصيني ومعاها موز. ايه رايك؟ موت الضعف الحاجات دي. ايوه احنا ممكن نبتدي نقطع الموز. ممكن ناخد كده هنا سليم. انا هعمل بس هيك. نغير دي بواحده ثانيه. في الاخر عملت لي سندوتشات حظي انا سوسيس. مالك يا سلطان؟ نزلي ال الساعه دي بقى. دي ممكن نقطع الموز يا لولي؟
عملنا بقى اول كريب كانت بالشوكولاته بس انت دهنتها على الجنب كده وبعدين حطت عليها الفراوله. حلو. اوكي هنعمل دي بزبده الفول السوداني. زبده الفول السوداني. زبده الفول السوداني كلمه سلطان اللي بتضايقه وبتليق عليها الموز. اسمها ايه اصلا؟ اسمها ايه بالانجلش؟ بينت باتر. البتر ده بقى واقف حالي. حلو الافيه. انا قطعت الموز على فكره. برافو عليكي. ايوه لا شاطره والله. واحط الموز المره دي عليها مش صح جنب. تقولي حط الفراوله فين؟ اقول لها عليها. تحطها جنب. قول لها لا عليها. تقولي كده قول لها لا عليها. جواها جواها. اعمل ايه طيب؟ بالظبط كده جواها. اوضح اوضح ازاي؟ انتي اسكندرانيه كل المصطلحات. ما هي عسفتني في الاسكندرانيه. عسفتني. حسيت انها مش معايا في نفس الحته كده. اهو كده اهو. برافو. برافو. كله يعني ها كله يا عينك كده تقول تمام. ثواني بس برتبهم هنا هنا المشكله في المشكلات بس في واحده زياده بره حرام. وايه نص اهي. لا واحده كمان. طب خليها دي هتذوق بيها. هتذوق والله هتذوق بيها. المهم ما تقوليش حاجه هتذوق بيها. ممكن بالفراوله. ماشي كده وكده وكده. ممكن بقى فسنت تقرب لنا الطبق الاسود اللي كان فيه الثانيه. ده انت اللي انت عاوزاه. قطعت لك موزه مخصوص. انت عمر وقشرته لي كاني بقشر بوكا. كان ورائي كريبي اسمى بس كان محتاج يتحمص سيكا. إيه ده؟ انا بحب محمص سيكا. لا تحبه ده بقى ايه؟ وانت اللي خليتيني اقول سيكا. انا بقول سيكا ده. كنا بقى ننوسه موزه فوق البينت باتر. انا قطعتها لك. حطي واحده هنا والباقي هنا حواليك. برافو. مش عايزه الثالثه دي؟ حس فني. واو. انا هاكل لقمه لما تعملوا لي الحل. يلا يلا بسرعه يلا. في حاجه ناقصه. ايوه برافو. كالرز كالرز. حطي لا حطي هنا موزاي هنا. ممكن نبقى نجيب نعناع المره الجايه مع الجرجير. اخر حاجه يا جماعه نفسك جلافز. ممكن تحطي موزاي هنا حالا. موزاي كامله هنا. مش عارفه تفهمني النهارده ليه. ليه انا فاهمين يعني. اكلتش جعانه. اهي اهي بس. شكرا. خدي بقى الطبق. برافو. سقفولي يا جماعه. برافو سقفولي. برافو. بص عملت مجهود جامد جدا وغنيت وبتاع. بس شكرا للناس كلها الا انا دايما كده يجي عليا. طب وسمسم ما شكرتش اسماء كده. ليه يا سلطان كده؟ هي عارفه انا ما بطلتش اشكرها. دي بتزهق مني من كتر الشكر. مش هتكلم اكتر من كده. مفيش حاجه تانية؟ اسماء بصي يا بص هعزمك على الغدا النهارده هحكيك بره. ميرسي يا بسان. ميرسي يا بص على الاكل الحلو ده. ميرسي يا اسماء. عفوا يا ادمين دايما منوراني يا سمسم حبيبي. دايما منوره مطبخنا المتواضع. قول لنا بقى عملت لنا ايه النهارده؟ ده اسمه عملت مكسيكان هوت دوج سوسيس بالفلفل الالوان. بالفلفل الالوان وبصل وثوم وعملنا عليه صويا صوص وكاتشب وعملنا ساندوتشز. عملنا كريب اللي هي العجينه كوبايه دقيق كوبايه لبن بيضتين شويه فانيليا وشويه سكر وعملنا واحده بالشوكولاته وواحده بزبده الفول السوداني وبالفراوله والموز. حلو قوي. تسلم ايدك يا ست. بس انا برضه ساعدتك. ايوه بس انت كلكم جبتوا وقطعت تسلم ايدك. غنيت تسلم قوي النهارده. تسلم صوتك يا فندم. الله يخليك يا فندم. ونروح فاصل سريع جدا ونرجع لكم بسرعه. ما تروحوش في اي حته. استنونا. Thank you.